السلام عليكم، معكم عمرو شعراوي. ان شاء الله النهارده هنبدا نشرح ازاي تقدر تعمل نظام غذائي، وهنبسط الموضوع خالص. ممكن الفيديو يطول شويه بس عشان تبقى انت فاهم كل حاجه انت بتعملها. اول حاجه، النظام الغذائي ليه اكثر من طريقه عشان تحسب بيها السعرات اللي انت محتاجها. النسب اللي بتطلع بتكون تقريبيه، يعني انت مثلا طلع لك 2000 كالوري، بتبدا تجرب اول اسبوع او اسبوعين تبدا تشوف هل دي فعلا السعرات بتاعتك ولا لا. اول حاجه قبل ما نشرح النظام الغذائي لازم تعرف يعني ايه سعرات. السعرات دي اللي جسمك بيستخدمها كطاقه عشان يعمل المجهود اللي انت بتديله او يعمل العمليات الحيويه اللي جسمك بيبذلها اثناء اليوم. كل 1 جرام كربوهيدرات بتساوي جرام بروتين بتساوي 4 كالوري، كل 1 جرام دهون فيه 9 كالوري. عشان تنزل كيلو دهون في الاسبوع تقريبا انت محتاج تطرح على مدار الاسبوع 7000 كالوري. هنحسب السعرات اللي جسمنا محتاجها من الموقع، هتلاقي الموقع دوت في الديسكريبشن بوكس. انت تضغط على المترك، هنيجي للمترك. انت مثلا نفرض اللي انت عندك 20 سنة، طولك مثلا 170 سنتي رجل او انثى، وبعد كده تبدأ تدخل مثلا هنقول وزنك 70 سنتي 70 كيلو. هنقول مثلا انك بتلعب من 3 ل 5 ايام في الاسبوع حديد، تعمل كالكوليت. هيبدا دلوقتي يظهر لك هنا زي ما احنا شايفين هنا، وبيقول لك ايه، بيقول لك انت محتاج 2585 كالوري عشان تثبت على وزنك. انت محتاج 2085 كالوري عشان تقل نص كيلو. طيب لو انت محتاج تقل كيلو كامل يبقى تطرح كام؟ تطرح زي ما احنا قلنا 7000 كالوري في الاسبوع، يعني تطرح 1000 كالوري في اليومي، يبقى كده كام؟ 1585. ويفضل انك ما تطرحش اكتر من 1000 كالوري في اليوم عشان هيكون مش صحي. طيب لو انت عاوز تزيد، لو انت عاوز تزيد بقى، هنا معظم الناس بيقع في الغلطه دي، اللي هو دلوقتي هو انا عاوز ازيد خلاص تمام، بس انت دلوقتي لما تيجي تزيد، اما تيجي تزود هنا مثلا السعرات بتاعتك، انت هتزيد دهون، انت ما تعرفش انت هتزيد عضل قد ايه. فبالتالي لما انت بتزود 500 سعره هتزيد عضل بس هتزيد معاه دهون. طب تعالى دلوقتي نعرف ازاي انك عاوز تزيد بس تزيد باقل كميه دهون ممكن. لو انت اول نوع، لو انت من الاشخاص الناس اللي هو الرفيع اللي هو بيزيد بالعافيه، لا انت زود عادي من 500 ل 1000 كالوري زي ما انا قلت. انت بتبدا تزود تشوف 500، وهل انت هتبدا تزيد دهون زياده ولا هتبدا تزيد حاجه بسيطه. طيب لو انت بقى من الاشخاص اللي هي يا دوب لو فتح بس في الاكل سنه بيبدا يملى دهون، يبقى هتعمل ايه؟ في اخر حاجه هنا الدكتور ليلي ماكدونالد نزلها، كان بيقول لك الناس البيجنر بيزيدوا تقريبا في الشهر من 1.5 رقم، وهكذا في الناس المتوسطه اللي هو من سنه لثلاث سنين، المبتدئ اقل من سنه، ادفانسد بعد ثلاث سنين. طيب دلوقتي هو بيقول لك لو انت كنت مبتدئ لسه في الاول، زود 175 كالوري على احتياجك اليومي، يعني زي ما احنا قلنا اللي احتياجك مثلا اليومي طلع 2500، تزود عليه 175 كالوري عشان تزيد عضلات باقل كميه دهون ممكنه. طيب لو انت متوسط يعني بقالك تقريبا من سنه لثلاث سنين، بتبدا تزود 120 كالوري. طب لو انت ادفانسد بتبدا تزود 60 كالوري. ليه انت كل لما يبقى مبتدئ وبعد كده يبدا يقل يقل؟ لان انت كل زي ما احنا شايفين هنا كده، كل لما بتتقدم في الجيم كل لما بتكتسب حجم عضلي اقل، فبالتالي كل لما تزود سعراتك هتؤدي لاحتمال انك تخزن دهون، فانت بتبدا تقلل السعرات دي. طيب دلوقتي احنا عرفنا خلاص السعرات اللي انت محتاجها، سواء انت عاوز تثبت على وزنك او سواء انت عاوز تخس او سواء انت عاوز تزيد. هنبدا نقسم ناكرو ازاي، يعني ناخد قد ايه من البروتين، ناخد قد ايه من الكربوهيدرات، ناخد قد ايه من دهون. انا خلال تجربتي البسيطه، في اول حاجه عاوز اقولها ان البروتين اخر دراسه اتعملت عليه انك بتاكل 1.6 من وزن جسمك بروتين لو انت بتاخد سعراتك المناسبه ليك او معلي عنها. لو انت مقلل سعراتك بتاخد 2 من وزن جسمك من بروتين، لان لو انت مقلل سعراتك ساعات الجسم يبدا يستخدم جزء من البروتين كطاقه، فبالتالي لما انت تبدا تعليها ما يبداش تخسر عضل، وبالتالي لو انت في الاول تقدر تزيد كمان عضل. طيب دلوقتي احنا حسبنا نسبه البروتين، نبدا نشوف بقى نسبه الكربوهيدرات. لو انت من النوع الرفيع اللي بيحرق بسرعه، يفضل تاخد الكربوهيدرات من 50 ل 60% من سعراتك والباقي دهون. وطبعا ما تنساش ان احنا نكون حسبنا 1.6 من وزننا بروتين، او 2 جرام من وزن جسمك بروتين. يفضل لو انت من النوع اللي بتزيد بسرعه في الوزن، يبقى تاخد الكرب من 25 ل 35% والباقي دهون صحيه، وبرده ما تنساش نسبه البروتين اللي احنا حسبناه. طيب لو انت كيتوجينيك، على طول هتبدا زي ما النسب القديمه، 75% دهون، 20% بروتين، 5% كربوهيدرات. ولو انت كيتوجينيك دايت، هتلاقي موقع تاني انا اكون حاطه لك تحت،
دوت تحسب منه هيديك نسبه الدهون انت محتاجها ونسبه البروتين ونسبه الكربوهيدرات. هندي دلوقتي مثال لشخص عشان الناس ما تبداش تطلع، مثال لشخص 100 كيلو بياكل تقريبا 2000 كالوري في اليوم. طيب هنبدا نضرب، هو دلوقتي احنا عاوزين نعرف اول حاجه لازم تحسبها البروتين. تبدا تضرب مثلا هو 100 كيلو في 1.6 هيبدا يدينا 160 جرام بروتين، دوت يساوي 640 سعره زي ما احنا قلنا فوق كل جرام بروتين بيساوي 4 سعره. طيب يبقى كان نسبته من 2000 كالوري كام؟ 32%. يبقى احنا خلاص عرفنا 32% ده راح للبروتين، هيبقى 68%. لو هو شخص رفيع زي ما انا قلت مثلا هتبقى 50% كارب، يعني 250 جرام يساوي 1000 كالوري، الباقي هيبقى دهون. طيب افرض هو شخص مليان هياخد 30% كربوهيدرات والباقي هيخليه دهون. طيب دلوقتي انت دلوقتي خلاص عرفت تقسيمه الماكرو وعرفت السعرات بتاعتك، بس انا عاوز اعرف السعرات اللي في الوجبه دي ايه. اول حاجه لازم يكون عندك ميزان طعام في البيت. تاني حاجه بتجيب اسم الحاجه اللي انت بتاكلها وتشوف معناها بالانجلش وتكتب وراها كلمه كالوريز، بيبدا يطلع لك السعرات اللي فيها كميه الكربوهيدرات كميه البروتين كميه الدهون، وبالتالي بتبدا انت تدخلها في نظامك الغذائي وتبدا تحسم نظامك الغذائي. برضو في حاجه تانية الناس بتلخبط فيها، ان هو مثلا بيجي ياكل 100 جرام لحمه يفتكر ان ال 100 جرام دول فيهم 100 جرام بروتين. لا، انت كل 100 جرام لحمه فيهم 30 جرام بروتين مش 100 جرام. ودلوقتي هنبدا ندي مثال ازاي تبدا تحسب سعرات. طيب دلوقتي كده زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي هنكتب مثلا 100 جرام 100 كالوريز، يعني احنا عاوزين نعرف كام جرام في اللحم. ال 100 جرام هنا بتبقى مستوي، وزي في حاجه برضو الناس بتلخبط فيها، المستوي غير اللي مش مستوي. فانا هبدا احط لك تحت برضو ديسكربشن بوكس ثلاث مواقع، الثلاثه دول بيطلعوا النسبه قريبه من الصح، تبدا تشوف عليهم الكالوري بتاعتك. فانا دلوقتي كتبت خلاص 100 كالوري، وبعد كده بدات افتح الموقع اللي انا هتلاقيه في الديسكربشن بوكس. هتكتب هنا كده الطعام مثلا اللي انت عاوزه، هيبدا يطلع لك النسب بتاعته على الشمال هنا زي ما احنا شايفين. هتلاقي 100 جرام اللحمه اللي هي اللحمه الحمراء خالص هتلاقيها 187 كالوري، فيها 6.6 جرام فات، فيها صفر كربوهيدرات، فيها 29.81 جرام بروتين، يعني تقريبا 30 جرام بروتين. وهنا برضو دوت اللي معظم الناس بتلخبط فيه. فانت اي حاجه بتبدا تشوفها هنا، طيب تعالى نبدا نشوف مثلا انت بتاكل مثلا الرز، اول ما يفتح هنا هو هنا مكتوب كام؟ 1 كوب، لا احنا عاوزين 100 جرام، فهتلاقي تحت زي الماوس كده 100 جرام. 100 جرام هنا مستوي، في تقريبا 129 كالوري، 8.4 جرام فات، 27.9 جرام كربوهيدرات، 2.66 جرام بروتين. هنا كل حاجه هنا بتبقى مستويه. لو انت عاوز تعرف الحاجه قبل ما تستوي تحسب في الاخر، بتكتب اللي هي مش مستويه، بيبدا يطلع لك برده مواقع بتبدا تحسب لك الحاجه قبل ما تستوي فيها كام جرام كربوهيدرات وفيها كام جرام بروتين وفيها كام جرام دهون. نبدا نراجع من الاول تاني ونقول الخلاصه. اول حاجه انت بتحسب سعراتك على اساس انت بتحسب على مجهودك، يعني انت دلوقتي لو قلنا مثلا انت خلاص راجل عندك 25 سنه وراجل و180 سنتي و60 كيلو، انت هنا بتختار انا مثلا بيزك بي ام ار 1600 كالوري. طيب انا بلعب من يوم لثلاث ايام في الاسبوع، يبدا يديك كالوري غير اللي انت محتاجها زي ما احنا شايفين. طيب ده انا دلوقتي مثلا بلعب ثلاث خمس ايام، من ثلاث لخمس ايام في الاسبوع رياضه او حديد، هيبدا يديك الكالوري اللي انت محتاجها وهكذا. زي ما احنا قلنا المعادلات دي تقريبيه، يعني انت بتجرب اول اسبوع اسبوعين وتبدا تشوف فعلا هل دي السعرات اللي انت محتاجها ولا لا. يعني لاول اسبوع كتبت مثلا 2500 كالوري كنت المفروض تخس نص كيلو، خسيت ربع كيلو، لا خلاص يبقى كده في المعادله دي غلط، نبدا نقلل الكالوري وابدا احسب تاني. طيب دلوقتي احنا حسبنا السعرات دي، تحسب اول حاجه ايه بروتينك، بتضرب 1.6 في وزنك لو انت تاخد نفس سعراتك او هتعلي منها، لو بتقلل منها بتضرب 2 من وزن جسمك يطلع لك كام جرام بروتين انت محتاجه. بتقسم الدهون والكرب براحتك، بس انا فوق قلت من تجربتي البسيطه والناس اللي بتتابع معايا، الناس اللي انا بعمل معاها كده اللي هي الناس اللي ممكن تزيد لا عندها قابليه انها تزيد بسرعه، بنبدا نقلل معاها الكربوهيدرات. الناس اللي هي الرفيعه بنبدا نرمي معاها الكربوهيدرات. بس انت لو انت عاوز تقسم النسب براحتك خالص، يعني عاوز لو انت مثلا مليان وعاوز تخلي النسبه 50% كربوهيدرات براحتك. لو عاوز تنزل دهون ما تنزلش اكثر من 1000 كالوري، يفضل انك ما تنزلش اكثر من 1000 كيلو عشان يكون النظام صحي. لو عاوز تزيد عضل باقل كميه دهون ممكنه يبقى تعمل، لو انت مبتدئ لسه اقل من سنه بتلعب تبدا تزود 175 كالوري على احتياجك في اليوم، لو انت متوسط من سنه لثلاث سنين تبدا تزود 120 كالوري على احتياجك في اليوم، لو انت ادفانسد يعني بعد ثلاث سنين تبدا تزود 60 كالوري على احتياجك في اليوم.
تبدا تعمل نظام غذائي اكلك اللي انت عاوزه، وبعد كده تحسب سعرات. يعني مثلا دلوقتي انت عاوز تبدا تعمل نظام غذائي، خلاص انت طلع لك مثلا انت عاوز تخس طلع 2000 كالوري، خلاص مثلا هفطر مثلا 70 جرام شوفان وعليهم مثلا 300 جرام لبن زائد موزه، ابدا احسب الشوفان فيه قد ايه زي ما انا قلت لك، والموزه فيها قد ايه، واللبن فيها قد ايه. في حاجات زي الشوفان واللبن بيبقى مكتوب على العلبه السعرات بتاعتها، فيها كام سعره، فيها كام جرام دهون، فيها كام جرام بروتين، وهكذا تبدا تحسب نظام غذائك. لقيت والله في الاخر النظام عدى 2000 كالوري، لا ده بتبدا بقى مثلا انت حاطط 100 جرام شوفان نقلله مثلا ل 70، حاطط مثلا 300 جرام رز لا ده بنخليهم 200، وتخلي سعراتك على قد اللي انت محتاجه. لو سعراتك قلت بتبدا تزود الاكل. في الاخر اه الموضوع في الاول هيبقى متعب شويه انك بتفضل تحسب كل حاجه انت بتاكلها، بس مع التكرار بعد ما انت تبدا تدور كتير هتبدا خلاص هتبدا تحفظ الحاجات دي، تتخزن جوه دماغك وتبدا تعملها بدون اي تعب. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، وانت جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو عايز تسال في اي حاجه تحت في الكومنتات وانا هرد عليك. السلام عليكم. The people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream. That it's necessary that you're relentless, that you have a plan of action, that you are creative. The people that are living their dream are finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that it's, if it's going to happen, it's up to them. And they're resolving within themselves, it's not over until I win. This is what it takes. You want to know the trick, the magic pill, the magic formula. It ain't one.